انواع الشرك الاكبر يونون ان ذات فاري الشرك جوني هون ون شرك نونيجي شرك نجاني دين تقدم معنا ان الشرك انقسم الى قسمين اكبر واصغر ان هالين ون ما شرك نو فيكي بيكي ديدي شرك نجانو الشرك توسوكو الشرك الاكبر اربع انواع مانا شرك نجانو اون نون كانيو كانيو كان فيكي بيكي ناي شرك في الدعاء مانا ندو كفدو على الله فاريكا ندو قول قلنا اي دعاء عباده تصرف لغير الله شرك اكبر ايني وانا ما كلامك انت تراغول عندنا هوري مات ودي ولا الله سبحانه وتعالى اوتيغي وان تراغول قد هنا الله ان الشرك انجانو او يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه الا الله نجا شرك كاد انجانو كاد اوتي نابيرتا ندو تاغو ندو تاغا سيفا ماكو هون انا هوري ما وا واندين سونا الله سبحانه وتعالى انكو شرك انجانو او يطلب من الاموات ولا اوتيغي يها تابيرو يا هون امر يمبي مايبي انكو شرك نجانو نعم الثاني الشرك في المحبه ماناكو وانو جاي مودون كادي شركو رين نديرغو الله سبحانه وتعالى كغيغول يحب غير الله كمحبه الله وانو ونيرتا اوتي ييدرا ييدا غودو كو وانا الله كونو دو ييدر دي الله نو هذا هو الشرك الاكبر انكو شرك نجانو ني نعم الثالث شرك في الطاعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق جاء شرك كدفتار مانا اوتي دوا كدفتار غودو كو الله سبحانه وتعالى الرابع شرك في النية والقصد والإرادة. ما نجاي شركو نجانو كادي كفدو الله كا كا كأنية. نعم كأن ينوي العبادات كلها لغير الله. ده أوتي هون وديرت إنه أن يرتا ديفيد ونودرن كونا ونان دي كونا الله سبحانه وتعالى. نعم هذه أنواع الشرك الأكبر فلا بد أن نحذر منها والله أعلم. إيدو ونوني جي شركو نجاني كوبين دانكيون ميتو إيدو.